على الطريق الوطني رقم 6 بين فاس ومكناس كثيرون هم الذين يتوقفون بمركز المهايا. في موسم جني الزيتون يكثر عدد الوافدين على هذا المركز لشراء زيت الزيتون. في 15 من دجنبر من العام 2006 توقف أحمد المرضي بمركز المهايا، كان قادما من فاس حيث أمضى 3 أيام زار خلالها شقيقا له يعمل خبازا. مضى إلى باب معصرة زيتون، كان الجو غائما. تجاوز أكياس الزيتون التي وضعت في صف تنتظر أدوارها. يعم المكان صخب محرك المعصرة. سأل ذاك الذي بدا له أن من مهامه أيضا بيع الزيت التي تمت تعبئتها في براميل من البلاستيك زرقاء وخضراء، علم منه الثمن ودعاه إلى تذوق المنتوج. على الغطاء الأسود لأحد البراميل وضع صحن صغير ملئ زيتا، وبجانبه كسرة خبز من القمح الخالص. غمس قطعة من تلك الكسرة في الزيت ومضى بها إلى فيه، بدا مستحسنها وبادر بطلب 20 لترا. كان يراقب ذاك الذي يتوزع عمله بين مراقبة آلات المعصرة وبيع الزيت، وهو يملأ قارورات من بلاستيك سعة الواحدة منها 5 لترات. كانت بينها قارورات زيت المائدة وأخرى للماء المعدني. لم يكن في الأمر ما يلفت الانتباه، ففي كل المعاصر هي عملية إعادة تدوير لتلك القارورات. دفع أحمد ثمن الزيت، ولما كان يهم بحمل القارورات إلى سيارته التي كانت مستوقفة في الخارج، جاء عامل لم يره من قبل، هو شاب في 20 حسب ما يبدو، وعرض عليه أن يساعده. رحب بذلك. وضعت البضاعة في صندوق الأمتعة، ثم فاجأ ذلك الشاب أحمد بأن سأله عما إذا كان سيواصل الطريق نحو مكناس. ولما أكد له أنه سيمر بمكناس ليواصل طريقه إلى أصيلة، رجاه ذلك الشاب أن يحمله معه إذا كان ذلك لن يسبب له إزعاجا. وبما أن أحمد كان يسافر وحيدا فقد وافق. في النهاية المسافة إلى مكناس ليست بالطويلة. ركب الشاب إلى جانبه، علم منه أن اسمه مبروك وأنه ينحدر من سيدي سليمان ملكفان، ولكن عائلته استقرت قبل عدة عقود في مكناس حيث ولد وكبر إلى أن بلغ 16. بدا لأحمد أن الشاب يحب الحديث عن نفسه وبقدر غير يسير من الافتخار. تحدث عن طفولته في منزل قال إنه كان فسيحا في زنقة سيدي حمدوش. لم يكن أحمد يعرف مكناس، ولكنه فهم من حديث مبروك أن ما يحكي عنه دارت وقائعه في المدينة العتيقة. قد يكون ما يحكيه الشاب صحيحا، وقد يكون مجرد ادعاء يريد من ورائه أن يوهمه بأنه سليل أسرة معروفة في المدينة العتيقة لمكناس. قال إنه لما بلغ 15 أو 16 من عمره انقطع عن الدراسة، ولما بدا لوالده أنه يمضي أوقاته في الفراغ وفي اللعب الذي لا فائدة منه، كذلك قال، ذهب به عند صديقه الحاج قدور برقة صاحب معصرة الزيتون، تلك التي اشترى منها الزيت في المهايا. قال مبروك إن والده توفي بعد ذلك بنحو عام، وإنه صار ملزما بالمساهمة في مصاريف الأسرة إلى جانب شقيقه عبد الله الذي يعمل بناء في مكناس. كان أحمد حتى وهو لا يصدق كل ما يقوله الشاب يجد بعض المتعة في الإنصات. كان بمحاذاة 7 عيون لما سقطت قطرات المطر الأولى على الواجهة الزجاجية للسيارة، ثم بعد بضع ثوان بدأت السماء تمطر بغزارة. سكت مبروك بينما كانت ماسحة الزجاج تسابقان القطر. بعيد البنايات الأخيرة المطلة على الطريق الرئيسية لمح أحمد شخصا يلوح بيده. كان يرتدي معطفا بلون داكن ويضع على رأسه كيسا بلاستيكيا. مبروك يلتزم الصمت، لعله حكى ما كان يريد أن يحكيه. خفف أحمد السرعة
وقال لمبروك: أظن أنني سأحمل ذلك الرجل، الأشجار لا تمنحه ملاذا يقيه المطر. لم ينطق مبروك بكلمة، توقفت السيارة. أنزل أحمد زجاج النافذة حيث يجلس مبروك، ثم سأل الرجل: إلى أين تريد؟ اقترب حتى كاد يمرر رأسه عبر النافذة وقال: إلى مكناس. ثم انخرط قبل أن يأذن له أحمد بالركوب في سلسلة من الأدعية. أذن له أحمد، سيكتشف وهو ينظر في المرآة العاكسة بعد أن أزال الرجل الكيس البلاستيكي من رأسه أنه لم يكن يتجاوز 40 فيما يبدو. كان ينظر إلى أحمد تارة وإلى مبروك تارة أخرى نظرات استغربها أحمد، يذكر أن عينيه كانتا تتحركان في كل الاتجاهات. ثم سأله أحمد وقد رفع بصره إلى المرآة العاكسة: ما اسمك؟ مسعود. ضحك أحمد إذ قرن من حيث لا يدري بين اسمي اللذين أركبهما معه، وقال لنفسه: هذا فأل خير. أضاف دون أن يسمعاه: مبروك ومسعود. ابتسم وكان يود لو يستطيع الضحك، وقد فاجأه الذي كان يجلس في المقعد الخلفي بأن سأله عن الذي يضحكه. قال: هل يضحكك اسمي مسعود؟ كلا، ما يضحكني أنني جمعت اسميكما وقلت هذا سفر مبروك ومسعود. قالها وهو يسترق نظرة إلى مسعود عبر المرآة العاكسة. وهل اسمه مبروك؟ سأل وهو يشير بسبابته إلى مبروك. نعم اسمه مبروك. التفت الجالس في المقعد المجاور للسائق، نظر إلى الرجل، كان منظره مختلفا، ولعل نظرته ذكرته بشخص ما. تساءل دون أن ينطق كلمة واحدة عما إذا كان قد رآه من قبل، ثم ما لبث أن ألصق ظهره بالكرسي وعاد إلى صمته. لم يضف أحمد كلاما ولم يعلق. المطر لم يتوقف، تجاوزت السيارة شاحنة غطيت حمولتها بإحكام ثم ابتعدت سريعا. في تلك الأثناء استل ذاك الذي قال إن اسمه مسعود سكينا من الحجم المتوسط ووضعه على رقبة السائق. يذكر أحمد أن الشفرة كانت باردة كقطعة ثلج. زمجر صوت مسعود، اختلفت نبرته ولم تعد كتلك التي كان يسرد بها أدعيته التي كان أكثر من نصفها غير مفهوم. الزم اليمين وتوقف وإلا. نظر شزرا إلى مبروك وقال له: أنت إن قمت بأي حركة قطعت رقبتك أنت أيضا. استجاب أحمد ونحى إلى أقصى اليمين. كانوا عند مدخل ضاحية ويسلين. خفت قوة المطر. تذكر أحمد قصة الثعبان الذي عثر عليه مزارع وقد تجمد تحت الثلج، فأخذه إلى المنزل ودفأه، ثم ما أنقوى على الحركة حتى لدغه. نزل مسعود، يعلم أحمد أنه ليس اسمه الحقيقي، وجاء إلى باب السائق وفتحه. لم يمهله حتى ينزل من تلقاء نفسه، بل جذبه وأوقعه أرضا. اندفع إلى داخل المقصورة، كان يشهر سكينة. اضطر مبروك إلى الخروج من السيارة وأغلق الباب. هرب أحمد إلى ما بدا له ضيعة، عبر الطريق مسرعا ولجأ إلى الباب الحديدي. فاجأ كلبي حراسة كان عند الباب، ثم جاء الحارس مسرعا، نهر الكلبين واقترب. في الجانب الآخر من الطريق شاهد مبروك وهو يجري بعيدا عن السيارة التي لم تتحرك، الذي بداخلها يحاول عبثا إدارة المحرك. فتح الحارس الباب الحديدي، ظل الكلبان بعيدان. ما بك؟ هناك تلك سيارتي، يحاول ذاك الحقير سرقتها. ظل الحارس ينظر إليه لعله لم يستوعب الحكاية. استأنف أحمد الكلام: هناك تلك السيارة الرمادية، إنها سيارتي، والذي بداخلها أخرجني منها ويريد سرقتها، وأريدك أن تساعدني. لم يتمكن من إدارة المحرك، كان يهم بالنزول لما وقفت بمحاذاته سيارة بها شابان.
أسرع أحمد نحو السيارة وترك حارس الضيعة مكانه. كان يغالب أنفاسه وهو يقول لأحد الشابين ذاك الذي نزل من سيارته: إن الذي بداخل السيارة لص. في تلك الأثناء أشهر مسعود سكينه يريد أن يجبرهم على إفساح المجال، يريد الفرار. عاد مبروك من بعيد ووقف عند الباب الآخر، لم يعد من منفذ أمام ذاك الذي بالسيارة. ثم بدأ يتوسل، يعلم أن الذين يحيطون به أربعة. ألقى بسكينه في أرضية السيارة، رفع يديه مستسلما. أحد الشابين اللذين توقف بنية مساعدة إذ حسباه مسافرا تعطلت سيارته قام بإنزاله، صفعه بقوة بينما كان أحمد يركله. وبينما هم كذلك توقفت دورية للدرك عنده. في مركز الدرك بمكناس اعترف ذاك الذي كان يزعم أن اسمه مسعود وهو يدعى عزيز بن بغداد أنه حاول سرقة السيارة، ثم كشف التدقيق في هويته وسيرته أنه مبحوث عنه لتورطه في عملية اعتداء بالسلاح الأبيض وقعت بمكناس قبل عامين وتسببت في فقدان رجل اعترض سبيله. قناة تمو داباي.